قرار واضح انه تعيين سيد العلاق يعتبر مخالف للقانون الان، باعتباره هو يشغل وظيفه اداريه في الدوله العراقيه، وبالتالي قانون ضباط الموظفين الدولي او عفوا قانون الخدمه المدنيه لا يتيح للمتقاعد شغل منصب تنفيذي يقول لك انا جيت بتكليف من السوداني. بالنتيجه القانون اكبر من التكليف، قانون نافذ هذا. اوكي. اكبر من المجلس الوزراء واكبر من اي شيء. فيعتبر مخالفه اصلا، فيفترض ان تصحح هذه المخالفه. زين. موضوع رئيس السيد النائب واستجواب وغيرها، انا اليوم كنائب داخل اللجنه الماليه وكاشراق القانون داخل مجلس النواب داعمين لاي اجراء رقابي وتطوير للدور النائب واداء مهامه الدستوريه والقانونيه. فتلقانا دائما داعمين للاستضافات، داعمين للاستجوابات، داعمين للاسئله الشفاهيه، لانه هذا دورنا الحقيقي. انت اليوم كنائب مو دورك تظل تفتر بالدوائر وتسوي معاملات، ونعم طلبات المواطنين مهمه وقضاء حوائجهم، بس تطبيق هذا موضوع السن القانوني يعني. انت خلاص حسمتها مجلس الدوله انه انطت رايها بموجب القانون، يفترض انه شنو الاجراءات يعني الحكومه ان تجد بديل.